السلام عليكم جميعا، كل سنه وانتم طيبين. رجع لكم تاني بقى في الفيديوهات اللي هي التوعيه والمعلومات المفيده. المره دي قبل ما ابدا اتكلم عن الفيديو او المعلومه اللي احنا هنتكلم عليها، في ثلاث نقط مهمين كده محتاج ان انا اعرفكم بيها. اولا ان شاء الله الاسبوع الجاي اخره كده في اسكندريه في مؤتمر من المؤتمرات القويه بتاعه الشبكيه، يعني هيبقى في المؤتمر يعني قامات كبيره جدا من دكاتره الشبكيه اللي موجودين في مصر اصلا وشغالين وليهم خبرات كبيره. هستغل التواجد الكبير اللي موجود في المؤتمر دوت، وان شاء الله هعمل لكم لقاء كده تثقيفي عن امراض السكر وتاثير السكر على الشبكيه، وازاي نتثقف لاي واحد عنده سكر، وازاي نبقى عندنا معلومات عن المرض دوت وازاي يأثر على الشبكية. فهي يعني انتظروني كده على يوم الاربعاء الجاي ان شاء الله في اسكندرية، وهيبقى لقاء قوي جدا. النقطة التانية بالنسبة للدكاترة زمايلي اطباء العيون اللي هم معايا على الفيسبوك، بكرة عندنا في مستشفى الفردوس مؤتمر قوي جدا ويوم علمي عن القرنية، وان شاء الله اي حد مش هيبقى عنده استعداد الحضور من 10 الصبح ان شاء الله المؤتمر ده هيتنقل بس مباشر عن طريق صفحة الفيسبوك بتاعت المستشفى، واي حد مش هيبقى عنده استعداد انه يجي وظروفه مش هتسمح ممكن يتابعنا لايف على الصفحة بتاعت المستشفى ان شاء الله. النقطة الثالثة بقى، بما ان النهاردة عيد ميلادي والناس صحابي وزمايلي كلهم موجبين معايا على صفحتي في الفيسبوك، ويوم لذيذ يعني كده وشكله بدايته جميلة، انا حبيت اكلمكم في موضوع مهم. هو احنا اتكلمنا فيه قبل كده بس علشان اهميته انا حبيت اتكلم فيه تاني، وبرضو الناس اللي هي ما كانتش معانا تبقى موجودة معانا المرة دي وتقدر تتابع معايا التفاصيل للموضوع ده يعني بتركيز اكتر. الموضوع اللي انا هكلمكم فيه النهاردة في الربع ساعة تلت ساعة الباقيين لغاية مروح، هو موضوع الانفصال الشبكي. اي حد معرض لمشكلة الانفصال الشبكي او موضوع الانفصال الشبكي، مين اللي معرض ليه، حسيت بواحد اتنين تلاتة يبقى تشك ان انت هيجي لك انفصال شبكي، جالك انفصال شبكي اصلا وتدخلت وعملت عمليات وحصل لك مضاعفات ما حصلكش مضاعفات، ايه القصة، ايه الموضوع بتاع الانفصال الشبكي. انا كمريض او كشخص عادي جدا لو عندي معلومات كفاية عن يعني ايه انفصال شبكي ويعني ايه حدوث انفصال شبكي، هبقى فاهم الدنيا ماشية ازاي، سواء في الاعراض اللي ممكن تنتج وتظهر فاعرف ان انا معرض للانفصال الشبكي، او ان انا جالي انفصال شبكي فابقى عارف انا رايح لفين او طريقي ماشي ازاي. احنا خلينا نقسم موضوع الانفصال الشبكي لثلاث نقط. اول نقطه، مين الناس المعرضه اساسا يجي لها انفصال شبكي؟ في ناس كده معرضه اكتر من الناس الطبيعيين انه يجي لهم انفصال شبكي. رقم اتنين، ايه هي الاعراض اللي لو ظهرت قدامي اشك ان انا هيجي لي انفصال شبكي. النقطة التالتة، أنا أساسا جالي انفصال شبكي ورحت كشفت وتشخص عندي إن عندي انفصال شبكي، إيه هي الطريق اللي أنا المفروض أمشي فيه؟ يعني وأنا رايح كده الدكتور قال لي إن عندي انفصال شبكي، أنا فاهم بقى وهيقول لي خياراتك في العلاج 1 2 3 4 أنا أبقى فاهم. نمسك النقطة الأولانية، مين الناس المعرضين لحدوث الانفصال الشبكي؟ أول ناس وأخطر ناس اللي هم عندهم قصر نظر شديد. قصر نظر شديد دي مش معناها إن هو بيلبس نظارة درجتها ناقص 4 ناقص 2 ناقص 3، لا، قصر نظر شديد اللي هو فوق ال 10 درجات، دول ناس معرضين أكتر لحدوث الانفصال الشبكي لأن عينهم حجمها كبير، الشبكية بتاعتهم ضيقة جدا جدا جدا، ومعرضة للقطعات في أي لحظة والقطع ده يتقلب بانفصال شبكي. النقطة التانية، الناس اللي اتخبطت في راسها. أي واحد اتخبط في راسه خبطة مباشرة، الخبطة دي اللي جات لك في راسك دي بتعتبر خبطة غير مباشرة على عينيك، وأي واحد اتخبط خبطة مباشرة على عينيه ده شخص معرض لحدوث الانفصال الشبكي. يبقى أي واحد عنده قصر نظر شديد، أي واحد اتخبط في عينه. اللي اتخبط في عينه دوت مهم جدا جدا جدا، سواء مش مشتكي من عنده مشكلة في الرؤية لازم يروح يطمن على شبكية عينه لأن هي ممكن تكون معرضة للانفصال الشبكي. النقطة الثالثة، أي واحد عمل عملية استبدال عدسة زرع عدسه وهو عنده قصر نظر شديد ده برضه معرض بنسبه كبيره جدا لحصول الانفصال الشبكي. خلينا في الاثنين الاولانيين، انت عندك قصر نظر شديد بتلبس نظاره كبيره او بتلبس عدسه مقاسها 20-18، ده انت لازم تروح تفحص قاع العين بتاعك عشان تطمن على اطراف الشبكيه وهل هي معرضه للانفصال الشبكي ولا لا. اي واحد اتخبط بتلعب كوره، قاعد في البيت، اتخبطت في الحيطه، اتخبطت براسك، اي نوع من انواع الخبط على الراس بطريقه غير مباشره على العين او خبط على العين بطريقه مباشره،
لازم تروح تكشف على قاع العين بتاعك وتطمن على اطراف الشبكه. النقطه الثانيه بقى، احنا النقطه الاولانيه دول الناس المهمين اللي هم بنسميهم هاي ريسك او ذو خطوره كبيره انه يحصل لهم انفصال شبكي. طب انا بني ادم طبيعي سواء بقى من الناس دول او بني ادم ما عنديش المشاكل دي كلها وحصل لي اعراض معينه، الاعراض دي لازم تبقى فاهم ان لما هتظهر قدامك تبقى متاكد مليون في الميه ان في مشكله في الشبكيه، وانك لازم تسيب اللي في ايدك وتاني يوم او في نفس اليوم تروح تكشف عند دكتور متخصص في امراض الشبكيه. ايه هي؟ الذبابه الطايره او الشوائب اللي لو زايده وحجمها كبير. رقم 2 فلاش، تلاقي فلاش بيضرب في عينك يمين شمال فوق تحت. رقم 3 تلاقي خيوط بدات تظهر قدام المجال الرؤيه بتاعك، والخيوط ديت بنسميها زي الخيوط العنكبوت، او المريض بيجي يقول لك انا ظهر لي خيوط عنكبوت قدام، او حاجه اسمها ستاره سوداء. المجال بتاع الرؤيه ضلم في جزء من اجزائه، المجال ضلم في جزء من اجزائه. الثلاث حاجات دول لو حصلوا لك تسيب اللي في ايدك تروح تكشف عند دكتور العيون متخصص في امراض الشبكيه. او الهون المتالي ان دي اهم اصلا نقطه في الموضوع كله، انك تحمي عينك انها يحصل فيها انفصال، مش انك انت حصل انفصال وبنبدا، يعني الاهم انك تحمي عينك ان يحصل انفصال. هما الذبابه الطائره ديت او الشوائب اللي بتظهر قدام في الرؤيه، يعني في مجال الرؤيه، ولو زادت اكتر 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 دي مهمه جدا. النقطه الثانيه فلاش، تلاقي في فلاش بتضرب في الرؤيه بتاعتك كده، دي مهمه جدا جدا. رقم 3 لو خيوط عنكبوت بدات تظهر قدام مجال الرؤيه بتاعك، وطبعا اللي هو اكيد اهم 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 واحد فيهم اللي هو الستاره السوداء. يجي يقول لك يا دكتور انا في ستاره نزلت على عيني، في جزء كده في مجال الرؤيه انا مش شايفه، دي خلاص ده حصل الانفصال. تمام، هنروح نكشف على طول، وهنبدا بقى ايه ناخد النقطه الثالثه في الفيديو اللي هو انا رحت وكشفت والدكتور قال لي انا عندي انفصال شبكي. في مرحله ما قبل الانفصال الشبكي، يعني ممكن لما تروح تظهر عندك الحاجات اللي هم الفلاشز ديت او الدبان الكتير او الشوائب الكتير اللي قدام عينك، في بقى مرحله قبل الانفصال الشبكي اللي هي اسمها القطع في الشبكيه، يعني ممكن يحصل لك قطع في الشبكيه ولسه الشبكيه سليمه. المرحله دي مرحله بسيطه، ولو انت وصلت للدكتور بتاع الشبكيه في المرحله دي انت تحمد ربنا ان كل اللي هيعمله هيغمد بالليزر حوالين القطع ده ويلحم القطع ده، وباذن الله بنسبه كبيره جدا جدا القطع ده ما يتحولش لانفصال شبكي. وده مهم جدا جدا انك توصل بدري، لانك انت لو اتاخرت عند الدكتور القطع ده هيقلب انفصال، فدي المرحله اللي قبل الانفصال، وتحمد ربنا وتدعي ربنا انك توصل لدكتور الشبكيه في المرحله دي. المرحلة الثانية اللي هي مرحلة الانفصال، حصل الانفصال. الانفصال ده معناه ايه؟ الشبكية دي مبطنة لجدار العين من جوه. الشبكية دي فصلت عن جدار العين اسمها انفصال شبكي. الشبكية دي لما بتفصل عن جدار العين بتفصل عن مصدر التغذية بتاعتها، هي بتاخد التغذية بتاعتها من جدار العين، لو فصلنا الشبكية كده يبقى مصدر التغذية بتاعتها فصل. الشبكية دي لما تفصل عن عينك يوم مش زي ما تفصل عن عينك اسبوع، مش زي ما تفصل عن عينك شهر، مش زي ما تفصل عن عينك ست شهور، مش زي ما تفصل عن عينك سنتين. كل ما ناخد اجراء في تصلاح الانفصال الشبكي، كل ما الشبكيه لما هترجع لمكانها تاني هتشتغل بنسبه كبيره زي ما كانت شغاله في الاول. ده نوع من انواع عمليات الطوارئ، يعني احنا عندنا في طب العيون مش يعني الانفجار في العين مثلا ده طوارئ، الانفصال الشبكي دي عمليه طوارئ، يعني لما تيجي تكشف عند الدكتور يقول لك ان عندك انفصال شبكي مفيش مجال بقى التفكير وناخد راحتنا واسبوعين وثلاثه واربعه وناخد اكشن، لا هي دي عمليه طوارئ، يعني حضرتك هتاخد القرار في خلال 24 ساعه تكون داخل العمليات وعامل العمليات. الاختيارات اللي الدكتور هيحطها لك على الترابيزه ويقول لك عليها كالتالي: لو انت انفصال حديث وبقالكش فتره طويله وسنك صغير هيديك اختيار ان هو ممكن يعمل لك حزام حوالين العين او بنسميه الباكل، والحزام دوت عمليه خارجيه مش داخليه بتعالج الانفصال الشبكي ونسبه نجاحها عاليه جدا. لو انت انفصالك قديم شويه او ذات طابع خاص او الشبكيه بتاعتك ليها مواصفات خاصه ذات طابع خاص، هيبقى نضطر ان هو يعمل عمليه اسمها الاستئصال السائل الزجاجي، والسائل الزجاجي ده هو اصلا اساس المشكله، هو اللي شد على الشبكيه، فهو هيشيل السائل الزجاجي ده بعمليه اسمها عمليه الاستئصال السائل الزجاجي وهيرجع الشبكيه لمكان. الجزء الاولاني او النوع الاولاني بتاع الحزام ده نوع بسيط وعمليه تعتبر مش صعبه، بس مش كل الشبكيات ينفع فيها الجزء ده، ومش شبكيات كتير، يعني جزء صغير من انواع الانفصال اللي ممكن ينفع فيه القصه دي، بس الاغلبيه بينفع فيها او ما بينفعش فيها غير الاستئصال السائل الزجاجي. عمليه انفصال الشبكيه اللي بتعمل فيها حاجه اسمها استئصال الجسم الزجاجي، يعني هو هيجي يقول لك دكتور الشبكيه نوع عمليتك ايه؟ هيقول لك عمليه استئصال جسم زجاجي.
انا شلت السائل الزجاجي جوه العمليه ورجعت الشبكيه لمكانها. الشبكيه دي لما هترجع لمكانها وتثبت في مكانها اسمه نجاح العمليه. كده العمليه نجحت ان الشبكيه رجعت لمكانها. لما ما بنقدرش نحكم او ما بنحكمش على نجاح العمليه في ان الشبكيه ديت رجعت تشتغل قد ايه. يعني نسبه نجاح العمليه او نجاح العمليه سواء نجحت او ما نجحتش في ان الشبكيه رجعت لمكانها. ممكن ترجع الشبكيه في مكانها وتشتغل تاني بنسبه 100% زي ما كانت شغاله. ممكن ترجع تشتغل بنسبه 10% 20% 30% 40% whatever او زي ما هي هترجع تشتغل باي نسبه. المهم هي رجعت في مكانها وثبتت في مكانها. ده اسمه نجاح. وكده العمليه نجحت. وكل ما هنعمل عمليتنا بدري كل ما الشبكيه بنسبه كبيره هتثبت في مكانها. طب ايه قصه ان انا يا دكتور عيني مليانه سيليكون؟ ايه يا دكتور عيني ما فيهاش سيليكون؟ الفكره كلها انك انت لما تروح لدكتور الشبكيه يقول لك هعمل عمليه يقول لك انا احتمال لما اشيل لك السائل الزجاجي اسيب عينك على هواء او غاز او اسيب عينك على ماده اسمها السيليكون. ان الهواء او الغاز دول بيثبتوا الشبكيه مده قصيره اسبوعين بالكتير قوي والهواء بيروح والعين تستبدل الهواء ده يستبدل بميه وترجع تشوف طبيعي جدا لان في خلال وجود الهواء جوه عينك انت ما تبقاش شايف كويس. بس الهواء بيثبت الشبكيه في مكانها مش اكتر من 10 ل 20 اسبوعين يوم اسبوعين 20 يوم بالكتير قوي. لو الشبكيه بتاعتك عندها استعداد للانفصال تاني هيبقى الاستعداد ده اكتر لو انا حطيت العين على غاز او لو حطيت العين على هواء. لو الشبكيه انا شايف او مقيم ان هي لا فيها استعداد ان هي تنفصل تاني وبدرجه كبيره بحط بقى العين على سيليكون. السيليكون دوت ماده لزجه تقيله بتثبت جوه العين بتقعد جوه العين وتسند الشبكيه مده طويله. مشكلة السيليكون لما انت تحطه جوه عينك لازم تبقى فاهم مش الدكتور يعني المشكلة عند الدكتور لا ان دي مادة لازم تتشال ما ينفعش تدنها جوه عينك. فلما بنحط السيليكون بنعمل عمليات تانية عشان يشيله. يبقى الهواء ما بنعملوش عملية تانية عشان يشيله. السيليكون بنعمله عملية عشان يشيله لان الهواء بيمتص في جوه العين لوحده اما السيليكون لازم نعمله عملية. والعملية دي بقى الدكتور اللي بيحدد لك من 3 شهور لست شهور شهر شهرين حسب ما يشوف حالة الشبكية واستقرار. طيب نتكلم في الطبيعي او في معظم الناس اللي راح اتكشفت بدري وطلع عندها الانفصال وعملت العمليه بسرعه. انا في طبيعه شغلي في التخصص دوت بنسبه 90% 80 90% العيان الشبكيه بتاعته بترجع لوضعها الطبيعي. بنسبه 90% 80% الشبكيه بترجع تشتغل تاني بكفاءه اللي كانت شغاله فيها قبل كده. وانا بخص الناس اللي هي عملت العمليه في اسرع وقت واكتشفت الانفصال الشبكي في اسرع وقت. دول بنسبه كبيره جدا امورهم هتتحسن وهيرجعوا يشتغلوا تاني ووضعهم الطبيعي يرجع تاني. خلينا بقى في اللي هو اكتشف الانفصال الشبكي متاخر او اللي الشبكيه بتاعته طبيعتها ان هي كل ما تيجي ترجعها تفصل تاني. ابوس ايدك ابوس ايدكم كلكم. اي واحد عنده انفصال شبكي ما ياخدش قرار ان الشبكيه بتاعته لما تفصل تاني ان العمليه انتهت او القصه انتهت. القصه ما انتهتش لان لما بتفصل تاني بتتعمل تاني عادي. ولما تتفصل تالت بتتعمل تالت عادي. ولما تتفصل رابع بتتعمل رابع عادي. ما تعدش على الدكتور او ما تعدش على نفسك انا عملت العملية دي كم مرة. ما ينفعش. ليه؟ لانك انت لو عندك ثقافة صغيرة جدا 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 بمعنى كلمة الرؤية وقوة الابصار. في فرق كبير جدا من كلمة الرؤية وقوة الابصار. الرؤية يعني بتشوف. يعني افتح نور الاوضة الاقيك تقول لي النور نور. حد بيتحرك قدامك بتشوف حد بيتحرك قدامك. تقدر تعد صوابع اي حد بيفتح ايده كده قدام عينك وتعد الصوابع دي اسمها رؤية. قوة الابصار دي بقى انت بتشوف قد ايه. يعني انت اساسا بتشوف بس بتشوف قد ايه دي اسمها قوة الابصار. ما تستهونش بالعين اللي فيها رؤية. العين اللي فيها رؤية دي تتاقل بذهب. العين اللي فيها رؤية دي يدفع فيها اللي وراك واللي قدامك عشان تحافظ عليها. العين اللي فيها رؤية يعني العين اللي تستطيع ان هي ترى الضوء من عدمه. اللي هي تستطيع انها تحدد حركة الاشياء قدامها. العين اللي هي تستطيع انها تعد الصوابع بس قدام عينها. العين دي فيها رؤية. ما تستهونش بيها. لما يجي دكتور الشبكية يقولك احنا هنخش نعمل عملية الشبكية عشان نحافظ على حبة الرؤية اللي موجودين. تقول له دكتور ما خلاص هي بقتش بتشوف. لا هي مش حاسمها ما بقتش بتشوف. ما بقتش بتشوف يعني هتقفل عينك السليمة تبص على العين دي مفيش نور زي في نور مفيش نور زي في نور. ساعتها كده كده حتى دكتور الشبكيه مش هيعمل لك حاجه لان العين دي فقدت الرؤيه. العين التي لا تستطيع ان تميز الضوء من عدمه لا يوجد لها اي اجراء جراحي لتحسين الرؤيه.
العين التي لا تستطيع أن تميز الضوء من عدمه هي عين ليست لها أي إجراء جراحي لتحسين الرؤية. العين اللي تستطيع أن ترى الضوء من عدمه عين بتشوف، عين فيها رؤية لازم يتحافظ عليها. ما ينفعش ناخد قرار ونقول إن هي ما تشوفش، ما بتشوفش. لا، في ناس بتدفع ملايين الجنيهات عشان بس تشوف النور. فأنت ما تفتكرش إن عشان عندك عين سليمة والعين التانية فيها انفصال وحصل فيها مرة واثنين وثلاثة انفصال فتاخد قرار انك تقف. اللي ياخد قرار انك تقف هو دكتور الشبكية، هو اللي ياخد قرار انه يقف مش انت. هو اللي عارف شكل الشبكية تستحمل تاني ولا لا، تستحمل تالت ولا لا، تستحمل رابع ولا لا. ما تاخدش قرار قفل كده، انا خلاص ما بشوفش. عرفت يعني ايه كلمة ما بشوفش؟ ما بشوفش يعني تضرب النور في عينك تلاقيك ما فيش، ما بتشوفش، يبقى اسمها ما بشوفش. اما بتشوف يعني بتشوف، بتشوف قد ايه؟ دي بقى ده اللي احنا بنحاول نحافظ عليه، بس اسمك بتشوف. فلما انا اسيبك اعملك عمليه شبكيه ودي كمان اسبوعين ثلاثه، شهر شهرين ثلاثه، واقول لك ان الشبكه فصلت، تخضش مش تقول يا لهوي الشبكه فصلت تاني. ده طبيعي وارد بنسبه 20-30% من كل الحالات اللي بتعملها انفصال الشبكه ممكن تفصل تاني، والنسبه دي بتزيد اكتر للي خدوا قرار انه يصلحوا شبكيه عينيهم اللي انفصلت دي بعد مده طويله، عقبال بقى ما فكر ودرس الموضوع وقيمه وشاف اموره عامله ازاي. تعامل مع الانفصال الشبكي زي لا قدر الله كده لو الزايده بتاعتك انفجرت وتروحت الدكتور الجراحه. هو في وقت اصلا تتناقش مع دكتور الجراحه اشيلها ولا ما اشيلهاش؟ ده انت لو سبتها يوم واحد هتموت. هي الانفصال الشبكي عمليه طوارئ لازم تتعمل في اسرع وقت ممكن. لو ما لقيتش دكتور في خلال 24 ساعه يعملها لك بتدور على اي مستشفى جاهزه فيها طوارئ تروح تعمل العمليه فيها. تخيل بقى انك انت عرفت ولا ومش هتعمل، هو هي المستشفيات جاهزه بس انت اللي مش هتاخد قرار دلوقتي. انا مستني ادرس الموضوع واشوف احتماليه نسبه نجاح العمليه قد ايه واقعد اقيم الوضع اكتر، اقيم الوضع اكتر لغايه ما نعدي شهر اتنين تلاته وبعد كده باخد القرار مع الدكتور بقى انا جاهز يا دكتور عشان اعمل العمليه. في فرق كبير جدا بين واحد عملها تاني يوم او يوم ما انفصلت الشبكيه في واحد عملها بعد شهور او سنين. في فرق كبير، كل ما المده زادت كل ما المده قل. فالمعلومة المهمة اللي لازم ناخد بالنا منها في موضوع الانفصال الشبكي الرؤية وقوة الإبصار.